اعملي كوبون بخمسة. مدام غالية وحشتيني. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا اشجان؟ الف 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 بركه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الواد ابنك ده شكله مرزق كده من اولها، على طول جيتي خبط لازق على الكافيتيريا. سعيد باشا الله يكرمه، هو اللي جابني الكافيتيريا عشان شغلها خفيف عليا. النبي تستاهلي كل خير. الله يخليكي. خالية اهلا. حبيبه قلبي عزيزه من جوه. وحشانة يا حبيبتي. والله العظيم انت اللي ليكي وحشه. والنبي يا ام غاليه العنبر كان مضلم من غيري حبيبتي. والنبي تاوي ما عرفنا انك هنا، جينا جري عشان نشوفك. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي والله العظيم. طب سيبكم مني، طمنوني انتوا اخباركم ايه؟ مش البت سميره روحت؟ لو ان او كتاب الله ده، احنا عملنا لها حته حفله والنعمه كانت ناقصاها. بس البت رانيا خدت حكم وحش قوي. ما بلاش الاخبار الزفت دي بقى، مش كويس على الواد. يلا يا بت انتوا روحوا على الكافيتيريا، خليهم يحضروا وجبه الغاليه زي الوجبه بتاعتي، وخليهم يتوسوا بالهوبا. عينيا. يلا اذن انا كمان هجيب يا اختي حاجه من الكافيتيريا. يلا يا اختي تعالي يا حبيبتي. انتي لازم تريحي شويه يا غاليه، ما تتعبيش نفسك كده في الوقفه. اقعدي. مالك يا قلب امك، وشك اصفر كده ليه؟ ما بتاكليش كويس؟ والله باكل بس على قد. لا يكون في حسبانك، انت دلوقتي بتاكلي ليكي وللي بطنك، يعني الطقطق ايه؟ نو 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 نو، ده كلام مش مظبوط. البيبي مش هيبدا ياكل غير في الشهر الرابع. انت اهم حاجه ليكي دلوقتي اللبن عشان الكالسيوم وعظمك. كالسون ايه وكرواسون ايه اللي انت بتقولي عليه يا وليه؟ ها؟ هو السخام اللي بيجيبوه العيال من الفرن ده يعمل حاجه؟ ده حته بتاع قد كده ما يقودش الست ويوقفها على رجليها الا الظفر. طب سيبكم مني بقى، انا الحمد لله كويسه، طمنوني عليكم. انت عامله ايه في العنبر بتاعك؟ لو كنت حد مزعلك ولا حاجه؟ بالعكس، ده انا مبسوطه جدا، على الاقل بلاقي حد اتكلم معاه في البيزنس. ليه يا عمر؟ هو احنا مالناش فيه؟ طب ده احنا بتوع البيزنس كله. غيرش بس انتوا بتعدوه واحنا بنوزنه. سكون اما غاليه في الكافيتيريا اهو كده ضمننا لقمه نظيفه. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. عليه الصلاه والسلام. ازيك يا بنت زينات؟ ازيك انت يا ام غاليه؟ شوفي طالما محلوه كده انت هتجيبي بيت. لا بقول لك ايه، واد ان شاء الله كانت مصطين نصيبه. شوفي بقى، نادر عليا يوم لما ربنا ينتعد بالسلامه محدش هيوطوط البت دي غيري عشان تطلع بافته بيضه كده. يا بنت بقول لك واد ان شاء الله. هتشوفي هتشوفي، هتقولي زينات قالت ايه؟ بيوطوطيه برضه. ولد بنت كله حلو. أيوة على رايك. كاين كل حاجه يا معديده. طيب يلا يا سوان، عندي على العنبر بقى نتغدى سوا. لا لا لا، انا عندي مفاجاه لازم كلكم تتفرجوا عليها. مفاجاه ايه يا اختي؟ تعالي تعالي، سربرايز سربرايز. تعالي تعالي يا اشجان كمان معانا. يلا الحقونا على العنبر، حضروا الغدا. حاضر يا ماما. يلا انت وهي على مهلك. طيب لو ما كنتيش بس على طول بتطرقع عنا انجليزي كده. السلام عليكم. ازيكم يا نسوان؟ ترارارا سربرايز. ورينا كده مين اللي عمل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي اللي عامله الحاجات الحلوه دي. الهي يا رب ما يزنقها ابدا في حمام قادر يا كريم. وعرفت تعملي ده ازاي؟ قدمت على طلب تسريح من المصلحه ووافقوا لي على طول. انا هعمل واحد عندي في العنبر. You need to apply for permission. نعم يا اختي. اقصد تقدمي على تسريح. بس يا مرة التسريح ده في الاداه تخصصي. طب انا بقى لو عايزه اعمل في بيتي واحد اعمل تسريح لمين؟ لربنا يا اختي. كده النسوان مش هيقدر يرفصوا فيا ابدا. يا اختي كمان هرفص، هنرفص بره وجوه. مبروك.
بنتكم بقى. يا تروحي يا متعود صقر عارفينها؟ يا اخويا عارفاها. يا كبدي يا ابني وامه يا اولاد لما عرفت عملت ايه؟ يا اختي انا لو منها كنت رميت نفسي من فوق السطح اللي لقيوه عليه. هو مش كويس. اسكتي، مش طلع جارهم الباب في الباب لقط الواد وهو طالع من المدرسه. وانا اللي كنت فاكره انه خطاب البنات وبس. الزمن ما بيرحمش. ايوه يا اخويا زمن اخضر. مش فارقه معاهم ولا واد ولا بنت، كله بيروح في ابو نجم. طب سمعتوا بقى عنده الحوار بتاع الواد اللي كان عامل نفسه مندوب مبيعات؟ ده فين ده؟ كان عنده امه عنبة من قيمة كام يوم كده، الواد يا عيني نازل على السلم، الواد عنبة الصغير بتاع الفهبل زي ابوه، نازل على السلم الواد قال له تعالى اجيب لك سكوتر بتاع اللي بيتزحلق الجيب ده. يعني ايه حياة عيالة مش هيروح المدرسة؟ لو كل الناس فكروا زي ما انت بتقولي كده محدش هيروح مدارس. لازمتها ايه المدرسة؟ هما كانوا بيتعلموا حاجة أصلا؟ أهم يلقطوا خير وبركة يا حياة، وبعدين العيال صلاة النبي عليهم نوبة. وماله يا أخويا؟ يعني العيال كانوا خدوا إيه من العلام غير المذاكرة ووجع القلب والمصاريف؟ مين قال إنه عيالي مش هيتعلموا؟ عيالي هيتعلموا بس في البيت. بيت إيه يا حياة؟ إحنا عارفين نكفيهم لما هتدفعينا دروس خصوصية. ما إحنا قلنا بلاها مصاريف ووجع قلب. أنا هذاكر لهم بنفسي في البيت. اه شفت ده كلام عين العقل بقى. البت حياة دي كانت دودة كتب، كانت تمسك الكتاب من دول تجيبه لحد الآخر. اه والنبي كانت بتطلع الألف على العيال في المدرسة. اه عيالك بقى لما هيذاكروا معاها هيطلعوا ولا ولاد الوزراء. اه أصل حياة بتاعتك دي سيدة مصر الأولى. يوه العيال لو غابت يا حياة من المدرسة هيتفصلوا. تتفصل إيه؟ أنا هقدم لهم منازل وأديهم امتحان كل سنة بنفسي. أحسن حاجة يقعدوا في البيت. هياخدوا إيه من العلام؟ فكر فيها كده، فكر، هتوفر مصاريف. نورني بيضة. ها، طب خير، كل يا واد، كل يا بيت. ماشي. كل بيض حلو للعينين. تصحوش كده. ما. ما تعملوا. كل يا حبيبتهم. كل يا. ما بحبش البيض كده. خلاص ما تاكليهوش، خدي طماطم. ما تعملها يا حياة البيض زي ما هي عايزة. خلاص يا ماما حاضر. قولي حبيبتي. ها بتفكر في ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد يا حماتي. كله بامر الله. ما تفطروش ليه؟ افطري. هنذاكر لما ارجع. ماشي. بتعمل ايه؟ بطل شخبطه على الحيطه. ده تلوث يا بابا. غلط غلط. كولي ماشي. اشربي اللبن. اوعى حد يفتح البوتاجاز. انا بقول لكم اهو، اوعى حد يفتح البوتاجاز. فاهمه؟ محدش يفتح الباب. اوعى حد يفتح الباب. حد يخبط عليك. اوعى. ماشي. والكهرباء ما تلعبش في الكهرباء ولا حتى تفتح التلفزيون. ما تفتحوش حاجه خالص. زي ما انتوا قاعدين اجي الاقيكم زي ما انتوا قاعدين. حاضر. ما تفتحوش الباب لحد. ماشي. ولا تردوا حد. ماشي.
ايه رايك؟ تحفه ده صح؟ لا مش عاجبني. ايه ما بتحبيش الاحمر؟ لا. طب اقول لك بصي بقى الاسود اهو، والاسود ده ملك الالوان، واسود في ابيض كمان منور. قيسي ده، هو نفس الموديل بس ماشي. هتحب اللون ده اكتر. نجرب ده. يلا هيليق على بشرتك. اطلعي فوق قيسي. الفتحة على قلة الأصل جبانة، هتفضلي طول عمرك جبانة. طب بلاش الشغل، في 60 داهية الشغل، بنات خالتك ما تسأليش عليهم بردك؟ ده حتى يا أختي الضفر ما يطلعش من اللح. إيه يا سهير؟ ما أنت عارفة كارم. إيه ده، هو الموبايل ده جديد؟ آه عجبك؟ جابهولي المزغوت حمدي هدية في عيد ميلاده. إزاي يعني؟ منين عيد ميلاده هو ومنين هو اللي جايب لك الهدية؟ يا اختي عيد ميلاده عيد ميلادي، عيد سعيد، كل سنة وانتم طيبين. ما تفرقش، المهم ان احنا ما نجيبش هدية لحد، ناخده وبس. ولو عاجبك من الصباح الباكر يكون عندك زي واحلى منه كمان. ازاي؟ اسمع يا بيت، بكرة عاملين عيد ميلاد حمدي وعصام هيكون جاي، ولو عارف انك جاية هيجيب لك موبايل زي واحسن منه كمان. ايه رايك؟ ما انت عارفه اللي فيها. يا اختي انت دايما دماغك كده تاخدك وتشرخ، مش زي ما انت فاهمه خالص. وطي صوتك عشان الزبونه. يا بت يا بت، ده حفله كده عاملينها على الضيق في البيت. يا نهار اسود ومنيل، في بيت خالتي؟ انتوا خلاص فجرتوا وما بقاش يهمكم حد، فاتحين على البحر يا خلاص. في البيت، في البيت يا سهير. برضك مصممه يا بت؟ اسكتي. خلاص هاخد ده. ده روعه، برافو عليك. في واحد تاني كمان لسه جاي امبارح. ماشي. يسي ده هيبقى تحفه عليك، ده شيك جدا. هشوفه ده. تطلعي انا مستنياك يا هم. يا بنت ما تخافيش، ده عيد ميلاد. عيد ميلاد بلالين، زمامير، نفافيخ، حبيبين زي تويو وهوب سكالوب، ومش عازمه غير الحبايب وبس. مفيش اكتر منك حبيبتي يا بت، وليكي عليا. لما تيجي زي ما هتخش زي ما هتخرجي، ما حدش هيستجرأ يلمس طرف شعرك. استنى يا رب على الموبايل. الو. ايوه يا كارم. في الشغل، ما انا متلقحه في المحل من الصبح، هكون فين يعني؟ لا مش عصبيه ولا حاجه يا حبيبي. حاضر ماشي. طيب سلام دلوقتي عشان في زبونه. سلام. ايه يا اختي ده؟ موبايل ده ولا جر شكل؟ كخي بقى، واحده زي القمر زيك تحل من على حبل المشنقه تمسك موبايل عره زي ده كحيان؟ يا بنت اسمعي الكلام، اشتري من اختك، تعالي بكره وهتاخدي موبايل من عصام احلى من ده 100 مره. وليكي عليا هجيب لك نمره مميزه هديه تليق بالموبايل الجديد. زيرو زيرو مفيش، دور عليا ما تلاقينيش. يا بنت بس الزبون، احنا في محل محترم. عايزينها تزه زه وتحلو. دوقي المحشي ده كمان. الاكل كتير ما شاء الله، والنبي ما قادر اخلص منابي. لا بقى كده شكل الاكل مش عاجبك. زي الشهد، تسلم ايديكي. تسلم ايدين اللي طبخت، والنبي ما مديت ايدي في حاجه. يا بختك يا كرم، عروسه زي القمر وايديها تتلف في حرير كمان. ده انا كنت لسه بقول له ديك النهار، لو كرم كان ليه اخوات كنا خدنا القمرتين دول كمان. ما شاء الله عليهم ادب وجمال، ربنا يحرسهم ويحميهم ويرزقهم باولاد الحلال يا رب. مش كده ولا ايه؟ لو كنت شفتيهم وابوهم فايتهم لحته لحمه حمراء كنت قلتي سبحان من يقدر على تربيتهم. لكن الحمد لله ربنا قدرني عليهم. لا وايه، عمري ما مديت ايدي لحد، ولا عمري سالت جار على ايتها حاجه. بنت اصوله ب 100 راجل، والنبي ارتحنا لكم من اول ما دخلنا البيت هنا. حتى اساليه كده اخر راحه وكتاب الله. طب مش قال الاوان بقى نتفق على ميعاد الدخلة ولا ايه؟ نقول على عيد كده، وكمان كرم يكون ان شاء الله كده جاب حاجه تليق بمقام العروسه.
طب وليه الكرواته دي؟ ما تهيقليش يعني ان كرم هيكون لقى حاجه على عيد. ان كان عليا انا عايزاكم تدخلوا هنا، كرم زي ابني والبيت من النهارده بيت ايه وبتاع ايه؟ انت بتقولي ايه يا ماما؟ ما تهيقليش ان كرم موافق على الكلام ده، انت موافق يا كرم؟ انا ما قلتش اني موافق. اخرت بقى هم بالراحه يا بنت انت وهي اللي يدشوا، عايزين نرجع الطقم للست ام عماد سلسلين زي ما خدناه. شفتي؟ شفتي يا بنت رفعت راسك ازاي قدام اهل جوزك؟ ماشيين ايه؟ متكيفين قوي من العزومه. عزومه؟ انت بتسمي جوز الحمام المقددين اللي انت عاملاهم دول عزومه؟ لا وايه؟ بتعزمي بقلب جامد اننا نقعد معاكي هنا، هنقعد فين في الحق اللي احنا متكربسين فيه فوق بعض ده؟ استني هنا يا بنت. تعدلي لي يا بنت اعتدال. نعم. لا اقفي عدل واتكلمي برضك عدل. جرى ايه يا بنت؟ شد قلوعك عليا وعلى الواد الغلبان ليه؟ ها؟ انا كل شويه تصغري لي والواد ما انتيش طايقه له كلمه. فيه ايه يا بنت؟ حصل ايه؟ يكونش يا بنت كان بيديكي فلوس ولما خلصت قلبتي عليه؟ كرم مش ياخد الريح من البلاط. ايه؟ امال المدعوق ده جايباه منين؟ ها؟ واللبس والساعات والهلومه اللي انت فيها دي كلها والبتاع اللي في صدرك دي جايباه منين؟ ان ما كانش من كرم يبقى من مين يا بت؟ يا بت طنطاي يوه ما تسيبينيش وتمشي. منين يا بت؟ جايبه المدعوق ده منين؟ قولي. ايه دي المدعوق اللي مضايق ده؟ اهو سيبيني بقى في حالي، سيبيني، سيبوني بقى كلكم، سيبوني سيبوني سيبيني، اطلعي بره بقى، سيبيني في حالي، سيبيني بقى. ربنا يهديك، ربنا يهديك. ممكن يعرف من اي حد من اللي متلقحين بره، كلهم ليلتي هناك وخصوصا حمدي. حمدي؟ ديدي؟ يا بنت حمدي ده في جيب الشمال اللي تحت القلب على طول، ده صديق الوطيد. وبعدين ما تقلقيش انا مفهماه ومفطماه ومحرجه عليه انه هص ما يجيبش سيره لاي حد خالص. وريني كده هيجنن عليكي ده يا بنت. ده قصير قوي صح؟ انت خليها تفرج. خدي دي كمان، دي هتبقى تحفه. ما اروعك تجنني. يلا بقى شهالي، هجيب لك كاس عشان يهدي اعصابك، خليها تزه زه وتحلو. الحب كله حطيته فيك يا عم حمدي. هي الشمس طالعه عندك انت بس اللي غادي ولا ايه؟ صدق تستاهل تاكل دلابيا اللي لادي حبيبي. شموسه يا جدع، يا جدع،
عبد يا جموسه. سلمي يا غالي، يوم حد مستجد؟ اه دي سهير. ايوه انصاف. ايوه نجوى نوجة. يا اختي نجوى نوجة واحد. دلال. ايوه وانت ايه اللي مشرفط وشك كده؟ بس تعالي يا وز، يلا دخليهم جوه كل واحده تشوف لها مطرح. حاضر. قدامي يا حلوه انت وهي. اه قلت لي بقى اجيب لبس البيبي منين؟ من عمر افندي طبعا. انت يا وز؟ ايوه. الباكية دي فيها حد؟ ولو فيها حد نفضها لك. بقت بكام دلوقتي؟ بخرطوش السجاير. بكره يبقوا في الامانات. خش جدع يا بت، تمر فيك العشره. اصيله طول عمري. انا هطلع فوق، انا بحب فوق. ما بحبش فوق يا اختي، بيجي لي دوران. تعالي يا دلال، تعالي جنبي، اتنين فوق واتنين تحت. شوفي لي اي حته بعيده، مفيش غير جنب الدوره. انضف. خش. انضف جرايه يا ست دلال. خش يا بت في قلبي. ايه يا بت ده، انت مفضحه فضحت العدس لما بيشيل. بس يا بت يا شيطه. بس يا بت يا نجوى، خلينا نقعد يومين بتوع السجن دول على خير. على خير بقى ان شاء الله ازاي، واذا كان ما بنشوفش وراها غير المشاكل العوجه بنت العوجه. يه قصدي بنت اعتدال. ما تجيبيش سيره امي على لسانك النجس يا بنت انصاف.
اعتدال. انتوا عايزين مني ايه تاني؟ مش مكفيكوا اللي عملتوه فيا وفيها؟ عايزين ايه؟ مش طايقين تشوفوني نظيفه؟ مش طايقين تشوفوني متستته في بيت راجل بحقه حقيقي؟ مش قرني زي النط ابوكوا؟ بالراحه بالراحه يا حبيبتي، ما تحزقيش قوي كده لحسن يطقلك عرق. وبعدين يا بنت القوه والعافيه دي جبتيها منين؟ ما كناش بنشوفها يعني مع الزباين. انت هبله يا بت ولا بتستهبلي ولا شكلك ايه بالظبط؟ يا كنت فاكره انه هيتجوزك بصحيح. حلاوتك وانت فاكره. مش حالي يا بنت كان عارفك في مصلحه، انت هتجننيني وناقص كمان تقولي له لا اله الا الله، ما تنساش تسيب مصروف في البيت علشان اجيب الفين وللعيال. الحق عليا انا يا بت، انا الحق عليا اللي كنت عايزه اعمل منك بني ادمه والبسك الاساور الذهب في ايديكي بدل النطع اللي كنت هتمشي وراه ويعملك مرمطوره. ما اللي زيك لازم يقول كده. يا بنت ما اللي زيك لازم. تعالي هنا يا ولادي الكلب. لازم تقولي كده. الاوساخ اللي زيكم لازم يقولوا عنكم. المفروض اللي حصل ده ما يعديش على خير، بس انا هعديها لك المره دي عشان دي اول مره ليكي هنا. ما تخلينيش اوريك الوش التاني اللي انتوا عارفينه طبعا. مفهوم؟ مفهوم. البنت دي ما اتباتش مع خالتها في عنبر واحد. امرك يا فندم. سلميها للحلوه وتنقلها لعنبر التحقيقات. يلا قدام. يلا يا بنت قدامي اتحركي. يلا فيش في اي حته. هنام فين؟ في اي حته. على الارض. بعد كده هنبقى نحجز لك سويت في الهيلتون يا اختي. كده يا دلال، كده يا بت بطني، عملت فيك ايه عشان تقهريني كده؟ عملوا فيك ايه اخواتك البنات عشان تذليهم وتفضحيهم وسط الناس؟ يا ريتني كنت قتلتك بايديا دول، يا ريتني كنت فطستك يوم ما ولدتك، يا ريت. شايف عملت ايه يا كرم؟ شايف؟ بيقولوا زيارة آخر الأسبوع، آخر الأسبوع. ده أنا هروح أكلها بسناني، أكلها بسناني. ليه كده يا دلال؟ ليه يا بنتي؟ ليه بس كده؟ ليه؟ حاجة يا ريت بتديها الورقة دي. السلام عليكم.
حقي لك يا ابني، محدش يقدر يلوم عليك.